أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 سنة، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. ماذا يعني تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي لأسواق الأسهم؟ هذا ما سنتعرف عليه من ضيفنا عبر سكايب الأستاذ عاصم منصور المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وتحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية نتكلم عن العوامل اللي خلت الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة بهذا الشكل. في البداية طبعا قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على معدل الفائدة كان متوقع بشكل كبير، وذلك لأن معدلات التضخم لم تصل إلى النسب المستهدفة. الفيدرالي الأمريكي يرغب في أن تستقر معدلات التضخم أو ارتفاع معدل أسعار السلع والخدمات قرابة نسبة 2%، أي أن معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات يرتفع على أساس سنوي أو بشكل سنوي 2%، ولكن المستويات الحالية هي 3.2%، وبالتالي كان من الواجب أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدل الفائدة عند النسبة 5.15 نقطة مئوية، ولكن بيان الفائدة في نفس الوقت أشار إلى بعض الإشارات العامة إلى أن الفيدرالي الأمريكي يتوقع بأن يتم خفض الفائدة 3 مرات هذا العام، بمعنى أننا قد نشهد أول قرار للفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة منذ جائحة كورونا في شهر يونيو. الاحتمالات حاليا تبلغ حوالي 75% أن يقوم الفيدرالي بخفض معدل الفائدة ب 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في يوم 21 يونيو، على أن يتم أيضا في شهر سبتمبر وشهر ديسمبر ومقبلين خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية. ولكن هذه التوقعات قد تخطئ وقد تصيب. إذا نظرنا إلى حتى البيانات الإقتصادية سنلاحظ أن سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر جيد، لدينا معدلات بطالة دون نسبة 5%، أيضا معدل إضافة الوظائف بالقطاع غير الزراعي يتخطى 100,000 وظيفة بشكل شهري، وبالتالي الفيدرالي يعني هناك حاجة للإبقاء على معدلات الفائدة بشكل عام مرتفعة لفترة طويلة من الوقت حتى وإن تم خفض الفائدة هذا العام. ولكن مع كلام الفيدرالي الأمريكي بأنه قد يخفض الفائدة 3 مرات خلال هذا العام، في البعض الآخر بيقول أن البنوك المركزية قد تستمر في سياسة التشديد النقدي، ما رأيك في ذلك؟ يعني الكل يتبع الفيدرالي الأمريكي، ولكن يعني إذا تحدثنا عن التشديد النقدي سنجد أن أغلب الاقتصادات التي تتمتع بمعدلات تضخم مرتفعة هي التي ستكون أقل حاجة لخفض معدلات الفائدة بشكل كبير جدا. السياسة التشددية عندما يعني اتخذ الفيدرالي الأمريكي هذا النهج بعد جائحة كورونا كان بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت حوالي 9% منذ عام 2022. التراجع الذي حدث كان صعبا، ومن المتوقع أن نشهد أيضا صعوبة قوية في الوصول إلى النسب المستهدفة كما أشرت منذ قليل. وبالطبع حتى وإن قام الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة فنحن لدينا سياسة نقدية تشددية، يعني نحن نتحدث عن خفض معدلات الفائدة ولكننا لن نصل بكل الأحوال إلى المستويات التي كنا عليها قبل جائحة كورونا والتي كانت 2.5%. يعني على افتراض أن صدقت التوقعات وقام الفيدرالي بخفض الفائدة هذا العام، بنهاية العام سيبلغ إجمالي الخفض 75 نقطة أساس، بمعنى أننا قد نصل إلى مستويات 4.75 نقطة من المئة، وبالتالي هذه المستويات مرتفعة جدا مقارنة بالمستويات التي كنا عليها قبل جائحة كورونا، وهذا الأمر سيضغط على النمو الاقتصادي. نعم، بالحديث أيضا عن العوامل التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل، بنتكلم عن التضخم وفي ارتفاع، صحيح أنه ارتفاع طفيف ولكن هو ارتفاع في نسب التضخم في الولايات المتحدة. هل ربما هذا الارتفاع أثار مخاوف جديدة من وجوب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بهذا الشكل للسيطرة على الأسعار في النهاية؟ صحيح، يعني بسبب السياسة النقدية التسهيلية المكثفة التي قام بها الفيدرالي الأمريكي بعد جائحة كورونا ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، شهدنا ارتفاع كبير جدا في أسعار السلع والخدمات. في الوقت الحالي بالرغم من بعض التحسن ولكننا لا يزال لدينا أيضا ليس بحسب معدلات تضخم مرتفعة، ولكن هناك مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. شبح الركود يطارد الاقتصاد الأمريكي بسبب معدلات الفائدة مرتفعة والتي تعد الأعلى في 23 عام.
حتى وان يعني شهدنا التراجع من 9% الى مستويات حاليه 3%، ولكن على التصريحات وعلى لسان اعضاء الفدرال الامريكي اشاروا الى ان العوده الى معدلات تضخم مرجوه ستكون صعبه جدا ومهدده بالمخاطر. في الوقت الحالي ايضا هناك مخاوف من ان تؤدي اسعار النفط العالميه المرتفعه والتي تخطط مستويات ال $80 للبرميل ان تؤدي تلك الارتفاعات وتنعكس بشكل كبير على معدلات التضخم في الوقت الحالي، وقد شاركت بحوالي 30% من الارتفاعات التي شاهدناها في عام 2022 و2023، وبالتالي قد نشهد بعض التراجع الطفيف، وقد تخطئ الاسواق في توقعاتها بان معدلات التضخم ستصل الى النسب المستهدفه بنهايه العام الجاي. حتى الفدرال الامريكي قام برفع توقعاته لمعدلات التضخم هذا العام، ولدينا ايضا ترقب من الاسواق لبيانات التضخم المقر صدورها بنهايه هذا الاسبوع وقد تفوق التوقعات. نعم، احنا بنتكلم عن انه الفدرالي الامريكي بيقول انه قد يخفض الفايده 3 مرات خلال هذا العام، وجيروم باول بيقول انه مستهدف التضخم المحدد هو 2% يمكن الوصول ليه في عام 2025 تقريبا. هل هذا بيعني ان الفائده هتفضل مرتفعه حتى ذلك التوقيت والفدرالي مش هيقدر يخفض؟ صحيح، يعني بل وقام ايضا في عام 2025 2026 يعني بالرغم من الابقاء على معدل الخفض المتوقع هذا العام، ولكن تحول من 4 مرات ل3 مرات في 2025 ومن 3 مرات الى مرتين في عام 2026. هذه النبره التشدديه ايضا كان لها تاثير على الاسواق، وعاده عندما نسمع التصريحات من الفدرالي الامريكي ليس بالضروره ان تصدق تلك التوقعات. يعني في عام 2023 عندما صدرت التوقعات الاقتصاديه وتحدث ايضا جيروم باول محافظ الفدرالي الامريكي بانه سيقوم برفع الفائده او رفع اخر في الفائده في شهر ديسمبر 2023 وهذا لم يحدث، وبالتالي ايضا التوقعات الحاليه تشير الى 3 مرات للخفض، ولكن اذا جاءت بيانات التضخم اعلى من توقعات الاسواق او اذا شهدنا استمرار لتحسن بيانات سوق العمل الامريكيه فقد يغير الفدرالي الامريكي من توقعاته الحاليه، وقد ايضا يخطئ في تقديراته الاقتصادية ومسار معدلات الفائدة. بطبيعة الحال معدلات الفائدة المرتفعة أيضا ستضغط على معدلات النمو الاقتصادي وأداء الشركات، لأن معدلات الفائدة المرتفعة تزيد من الضغوط سواء على زيادة تكلفة الاقتراض لدى الشركات أو حتى الضغط على معدل إنفاق الأسر بسبب زيادة الفوائد على القروض أو معدلات الإنفاق باستخدام الكريدت كارد أو حتى الرهون العقارية. وبالتالي في عام 2023 منذ بداية 2023 مرورا ب 2024 وحتى عام 2025 سنشهد استمرار لتباطؤ النمو الاقتصادي. طيب، حتى يتجه الفيدرالي لخفض الفائدة، ايه العوامل اللي من المفترض توافرها؟ يجب ان تعود معدلات التضخم صوب الهدف 2%. طبعا ليس بالضرورة ان تصل معدلات التضخم 2% حتى يتم خفض معدلات الفائدة، لان الفيدرالي الامريكي يتخذ اجراءات استباقية قبل الوصول لمعدلات الفائده، كما نقول يعني لا يرغب ان يكون بيهايند ذا كيرف او متاخرا في تعديل سياساته النقديه، ولكن الوصول دون مستويات ال 3% هي حاليا تستقر عند 3.20 نقطه مئويه سيعزز من خطوات الفيدرالي الامريكي لخفض معدلات الفائده. الجانب الاخر هو ان نشهد تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي او حتى بيانات ضعيفه جدا في بيانات سوق العمل، هذا لم يظهر حتى الان، ولكن بعض الاحصاءات تشير الى ان الشركات الامريكيه بشكل كبير جدا تزيد من تسريح العماله بمعدلات فقط المعدلات التي كانت عليها في عام 2023، ولذلك هناك نظره تشاؤميه في بيانات سوق العمل الامريكيه خلال النصف الثاني من عام 2024، وبالتالي التركيز سيكون على معدل التضخم ومدى مساره النزولي صوب الهدف 2%، والجانب الاخر بيانات سوق العمل الامريكيه اذا ارتفعت معدلات البطاله اعلى 5% سيكون هناك حاجه ضروريه جدا للفيدرالي الامريكي لخفض معدلات الفائده. ويجب الاشاره ايضا الى نقطه مهمه جدا هي ان قدره الفيدرالي الامريكي على خفض الفائده هذا العام ستكون محدوده جدا، لان على عكس المرات السابقه كان الفيدرالي الامريكي يخفض معدل الفائده كانت معدلات التضخم حوالي 1% او كان هناك حاله من الركود الاقتصادي، ولكن هذه المره يتجه الفيدرالي الامريكي بحذر شديد لخفض معدل الفائده في وقت تتسم فيه بيئه الاقتصاد العالمي بمعدلات تضخم مرتفعه، ولذلك هناك مخاوف من ان يؤدي الاتجاه لخفض الفائده بشكل سريع الى تسارع اخر وعكس مسار التضخم الحالي.
طيب قرار التثبيت الحالي كيف كان انعكاس قرار الفيدرالي بتثبيت الفايدة على الأسهم الأمريكية؟ يعني بالرغم من تثبيت معدل الفايدة، ولكن شهدنا على الفور بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن بيانه للفائدة ارتفاعات في المؤشرات الأمريكية بنسب تتجاوز 1%، ورأينا أيضا تراجع في عوائد السندات سواء السندات الأجلة لعشرة أعوام أو حتى الأجلة العامين إلى قرابة مستويات 4.15 نقطة مئوية أو مستويات 4.20 نقطة مئوية، وذلك لسبب واضح جدا هو أن الأسواق تسعر بأن الخطوة التالية للفيدرالي الأمريكي هو خفض الفائدة، وبالتالي حتى وإن قام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدل الفائدة في اجتماعه في شهر مايو، وهذا ما أتوقعه، باتت الأسواق تقترب أكثر فأكثر من خطوة خفض الفيدرالي للفائدة. وطبعا معروف أن دورة السياسة التسهيلية أو الاتجاه إلى تسهيل السياسة النقدية يؤدي إلى ارتفاعات في مؤشرات الأسهم وارتفاعات في أسعار الذهب وتراجع في قيمة الدولار. الفيدرالي الأمريكي أيضا خلال اجتماعه الأخير أعلن بأنه سيقلص وتيرة بيع السندات، وهذا يعتبر قرار يندرج تحت أنواع تسهيل السياسة النقدية. يعني لدينا أيضا هناك بعض الأدوات الأخرى غير معدلات الفائدة التي يستطيع فيها الفيدرالي الأمريكي التحكم في السيولة في الاقتصاد، وبالتالي هذا أيضا دعم مؤشرات الأسهم. واتصالا أيضا بهذه النقطة، إزاي بتشوف أن استمرار وجود فائدة مرتفعة بيعني مزيد من الضغط على يعني الأوعية الاستثمارية الأخرى؟ بنتكلم عن أن المستثمرين بيفضلوا بالتأكيد البنوك حاليا. صحيح، يعني أداة الفائدة هي أداة يتم استخدامها لسحب السيولة من الاقتصاد، وبالتالي تقليل معدلات التضخم من خلال خفض الإنفاق، ولكن يعني هذا يمكن القول بأنه يعني الدواء المر هو أن يتم التضحية بمعدلات النمو الاقتصادي ومعدل إنفاق المستثمرين أو المستهلكين أيضا في صالح السيطرة على معدلات التضخم. التضخم يعتبر أولوية أكبر من معدلات النمو الاقتصادي، لأن التضخم يؤثر على كافة الشرائح الاجتماعية، كافة القطاعات الاقتصادية، ولكن عندما نتحدث عن تباطؤ معدل النمو الاقتصادي فانه يتاثر تختلف يعني او يختلف تاثيره على بعض القطاعات اكثر من القطاعات الاخرى. وبالتالي في عام 2023 شهدت بعض القطاعات تراجعات قويه جدا، هناك بعض القطاعات التي استفادت مثل القطاعات المصرفيه، الشركات القطاع الخاص تاثرت بشكل سلبي، ومن المتوقع ان تتاثر ايضا خلال الفتره المقبله بمعدلات الفائده المرتفعه. حتى وإن عدنا لمستويات 3% أو حتى المستويات 4% فإنها مستويات أيضا تعتبر مستويات فائدة مرتفعة، وبالتالي قد نشهد خلال الفترة القادمة تراجع في معدل ارتفاع الأجور بسبب تقلص نشاطات الشركات، أيضا قد نشهد ارتفاع في معدلات البطالة، وقد نشهد أيضا تراجع في معدل إنفاق الأسر. ويعتبر معدل إنفاق الأسر هو يعني العمود الأساسي الذي يرتكز عليه الاقتصاد الأمريكي، يمثل حوالي 70% من النمو الاقتصادي، وبالتالي عندما تكون الفائدة مرتفعة يعزف المستهلكين عن الإنفاق، وبالتالي تتأثر معدلات النمو الاقتصادي. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الأستاذ عاصم منصور المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.